السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. ما في شك أنه إيدين التطرف سرقت الثورة السورية السلمية من أبنائها وحرفتها عن مسارها، وخلقت حالة من الإحباط وفقدان الأمل عند السوريين. مشان هيك أطلقوا قبل فترة مجموعة من الناشطين السوريين حملة بعنوان سوريون ضد التطرف، للتنبيه والتوعية على خطر التطرف والفكر المتطرف على المجتمع السوري بكل مكوناته، باستهداف أكبر شريحة ممكنة أنه تنجح التنظيمات المتطرفة باستقطابها. بتهدف الحملة للحد من انتشار الفكر المتطرف، وخصوصا بطبقة الشباب والمراهقين اللي بتسعى التنظيمات المتطرفة دائما لكسبها واستغلالها بتنفيذ مصالحها، بمحاولة لتقليل فرصها بالحصول على قاعدة شعبية وكسب تأييد السكان. وكمان بتستهدف أشخاص قدرت التنظيمات المتطرفة بشكل عام وجبهة النصرة بشكل خاص خداعها واستقطابها عبر وسائلها اللي تلاعبت فيها بالمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية، علما أنه الحملة انعملت بوجود شباب مدنيين من شرائح مختلفة من المجتمع السوري. حملة سوريون ضد التطرف ما وليدة المرحلة، هي بالحقيقة خطوة بمسيرة بناء سوريا مدنية سلمية بترفض العنف، لأن الوقوف بوجه التطرف قضية بناها عدد كبير من ناشطي الثورة السلمية ومفكريها، وحذروا حتى من قبل دخول هذه التنظيمات من العواقب اللي ممكن تتعرض لها الثورة السورية وتهدد أهداف المشروعة بالحرية والكرامة. كانت الحملة عامة من خلال تحديدها لمفهوم التطرف، بس كثفت أنشطتها بشكل خاص بمناطق الشمال السوري، وبالتحديد محافظة إدلب، ريف حلب الجنوبي، الغربي وريف حما الشمالي، وهي مناطق بتسيطر عليها هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة. وبتشتغل الحملة على عدة مستويات، منها النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية والمعلومات اللي بتتعلق بخطر التنظيمات الجهادية، إضافة للنشاط على الأرض من خلال نشر رسوم جرافيتي وشعارات بتحذر من خطر التطرف، ومنشورات بتصاميم وأفكار واضحة ولغة بسيطة موجهة للمدنيين بالمناطق اللي بتسيطر عليها هيئة تحرير الشام. هذا الشيء بيعرض ناشطي الحملة لخطر الملاحقة من عناصر الهيئة بالتأكيد، وهذا السبب يلي خلى عمل الناشطين سري وخلاهم يتكتموا على هويتهم. من جهة تانية سعت الحملة لعدم التعامل بسطحية مع التطرف من خلال استعانتها بعلماء دين ثقة يكشفوا ويوضحوا المعاني الجوهرية والحقيقية للنصوص الدينية اللي استخدمتها التنظيمات المتطرفة بشكل مشوه لتوصل لمساعيها. هالحملة وغيرها من حملات مواجهة التطرف تعتبر أولى خطوات العلاج لحشد طاقات المجتمع وتحفيزه على مواجهة التطرف، وما ممكن توصل لنتائجها بدون عمل جماعي متابع ومتتابع على كل الأصعدة، ومو ممكن قياس نتائجها مع انتهاء الحملة مباشرة لأنه هي جزء من أثر تراكمي بعيد المدى. مواجهة التطرف هي مانا مسؤولية شخص واحد، هي مسؤولية جماعية. مشان هيك لازم نتعاون كسوريين مع بعض لنقدر بصوتنا وإرادتنا وعزيمتنا نخلص من التطرف وآثاره ببلدنا. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.